من أجل التأكيد على أن القدس خط أحمر، عاصمة لدولة فلسطين، ولا يمكن أن نقبل. وفي نفس السياق حذر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير من اتجاه بعض الدول إلى نقل سفاراتها إلى مدينة القدس، وحذر شيخ الأزهر من فتح باب نقل السفارات الأجنبية إلى القدس نظرا لأنه يؤجج مشاعر الغضب لدى جميع المسلمين ويهدد السلام في العالم ويعزز أيضا التوتر والانقسام والكراهية عبر العالم. من جانبه طلب مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ بناء على طلب فلسطين الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الدول بالالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس. وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أن اتخاذ الولايات المتحدة قرارا بنقل سفارته إلى القدس ستكون له عواقب وتداعيات خطيرة، منبها إلى أن هذا القرار من شأنه القضاء على الدور الأمريكي كوسيط موثوق لرعاية التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل. التقى الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل والقنصل العام المصري خالد سامي والعميد همام أبو زيد بوزير الزراعة سفيان سلطان في مقر إقامتهم في قطاع غزة. يأتي هذا فيما وصل الوفد لقاءاته في قطاع غزة في إطار جهوده المتواصلة لإتمام المصالحة الفلسطينية، حيث التقى الوفد المصري بوزير التربية والتعليم الفلسطيني في حكومة الوفاق صبري صيدا بمقر الوزارة بقطاع غزة. كما عقد الوفد الأمني اجتماعات بشخصيات سياسية وطنية بارزة وقادة تجمعات المرأة في المجتمع الفلسطيني، كما التقى الوفد الأمني بمقر إقامتهم بغزة بإعلاميين وإعلاميات فلسطينيات المؤثرين على الرأي العام الفلسطيني. هذا وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله السيد جهاد حرب المحلل السياسي. بعد التحية سيد جهاد، وبعد بيان الرئاسة الفلسطينية عن إبلاغ ترامب للرئيس عباس نيته نقل السفارة إلى القدس أصبح الأمر شبه نهائيا، البداية كيف ترون إقدام واشنطن على هذه الخطوة في الوقت الذي يسير فيه ملف المصالحة إلى الاتجاه الصحيح ومن ثم الدخول في عملية السلام؟ يعني هذه الخطوة ستقوض عملية السلام إذا ما أعلن الرئيس الأمريكي يوم غد عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، لأنه لم يصبح قادر أن يكون راعيا لعملية السلام، وهو يحسم مسألة جوهرية وأساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بل العربي الإسلامي الإسرائيلي المتعلقة بمدينة القدس بما لها من رمزية كبيرة لدى الديانات الثلاث وأيضا لدى العرب. باعتقادي أن نقل السفارة أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل رغم أنه خرقا لجميع القرارات الدولية وللقانون الدولي هو أيضا مانعا لإمكانية المسار أو مسيرة السلام وإمكانية الوصول إلى اتفاق في الوقت الذي يحسم فيها الرئيس الأمريكي أهم قضية أو أحد أهم القضايا الرئيسية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكما تذكرون أو يذكر أيضا المشاهدون أن القدس أو مدينة القدس وترتيبات مدينة القدس هي من فجرت إمكانية الوصول إلى اتفاق في كامب ديفيد عام 2000، وأن الذهاب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو أيضا سيفجر غضبا فلسطينيا وعربيا واسلاميا في وجه الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل. نعم، في ظل يعني بوادر هذا الغضب البعض يرى ان ضغوطات داخليه ربما قد تمارسها بعض دوائر صناع القرار في امريكا لعدول الرئيس الامريكي عن هذا القرار. السؤال، هل من الممكن ان تطابق هذا الراي مع كافة القرارات التي كان ينوي ترامب اتخاذها مثل على سبيل المثال الاتفاق النووي مع إيران ويعدل عنها في الوقت الأخير؟ أنا يعني أعتقد أي سياسي أمريكي سيكون لديه موقف باتجاه منع الرئيس الأمريكي للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لعدة قضايا. القضية الأولى عملية السلام وأنها ستؤثر على عملية السلام ومكانة الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا ستؤثر على أي تحالف أمريكي عربي إسلامي في مواجهة إيران وحلفاء إيران، وثالثا أنها ستزيد من الغضب ربما بدلا من تذهب لعملية سلام ستذهب لعملية عنف واسعة الانتشار. وهنا باعتقادي أن
لأي من العقلاء العالم العربي والإسلامي لن يستطيع إدانة أي عمل ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو عملا فرديا طبعا أو المواجهة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنه سيكون هذا الأمر يمس في القضايا الدينية، ليس فقط في القضايا الوطنية بل أيضا في المعتقدات لدى المسلمين والمسيحيين، وهذا الاعتقاد سيفجر العديد عددا كبيرا من العنف في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. نعم. طيب، ضغوطات عربية ودولية على ترامب للعدول عن هذا القرار الخطير، منها مصر والجامعة العربية التي هدد أمينها العام أن هذا القرار سوف ينسف عملية السلام وسيكون له تداعيات خطيرة. كيف ترى هذه الضغوطات وهل ستنجح في هدفها؟ يعني نعمل أن تنجح هذه الضغوطات، سواء التي مارستها مصر أو السعودية والأردن وبالإضافة إلى فلسطين، واليوم قبل قليل رسالة العاهل المغربي نيابة عن 57 دولة إسلامية. أعتقد أن هذا الأمر بالغ الخطورة والحساسية لدى القادة العرب وأيضا المسلمين، وباعتقادي أن مزيدا من الضغط على الرئيس الأمريكي ربما يعني يكبح جناح التهور لدى هذا الرئيس في إصدار قراراته فيما يتعلق بمدينة القدس. وأعتقد أن هذه الضغوط وهذه الاتصالات ربما تنجح فعلا بثني الرئيس الأمريكي عن إعلامه، ربما الحديث عن تأجيل هذا الإعلان إلى فترة قادمة كتشجيع أيضا لانخراط إسرائيل بعملية سلام جادة. نعم. أعتقد هذا ربما يكون أنجح وأسلم للإدارة الأمريكية وأيضا لعملية السلام. طيب، الحلفاء الأوروبيون وهم الأقرب للولايات المتحدة يعارضون هذه الخطوة تماما كما جاء في أو على لسان الممثلة العليا للسياسة الخارجية موجيريني، والتي طلبت التركيز على الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام. كيف يمكن أن يؤثر هذا الموقف على قرار ترامب؟ يعني هذا صوت العقل الأوروبي إذا جاز التعبير، لأنه يدرك مدى الحساسية لمدينة القدس ولديه تجربة طويلة في عملية السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأيضا العرب، وهم الأقرب جغرافيا وثقافيا للدول العربية وأيضا لإسرائيل، وبالتالي هم يدركون مدى خطورة هذه مثل هكذا قرار، لذلك هم ينصحون الإدارة الأمريكية، سواء يعني وزيرة الخارجية الأوروبية بين قوسين وكذلك الرئيس الفرنسي في اتصاله مع الرئيس الأمريكي الذي حذر وحاول أن يثني الرئيس الأمريكي من اتخاذ مثل هكذا قرار، لأنهم يدركون مدى خطورة نقل السفارة أو الاعتراف بمدينة القدس دماء عاصمة لإسرائيل على عملية السلام وعلى الأمن في المنطقة. نعم. من رام الله السيد جهاد حرب المحلل السياسي كنت معنا مباشرة من هناك، شكرا جزيلا لحضرتك. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس. الشيخ عكرمة، إذن لماذا إصرار ترامب على المضي قدما في هذه الخطوة وألا يدرك خطورة ما يفعله في هذه الآونة؟ كما هو واضح الكريم أنه ترامب استطاع أن يفسخ والعالم العربي ليقوم لا يحافظ، وأن تحيز لأمريكا لإسرائيل تحيز واضح، وهو يتعرض لضغوطات صهيونية كبيرة، وهذا يعني أنه قد انساق لتنفيذ ما وعد به أثناء حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية، أن هذه المدينة مفروضة بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة، وأن التفريط بالقدس هو تفريط بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة، وأن وجودنا نحن المقدسيين في هذه المدينة بقرار من رب العالمين، ليس بقرار من هيئة الأمم ولا مجلس الأمن ولا من أمريكا، ونحن نأخذ قوتنا من الله سبحانه وتعالى، وأن حقنا الطويل ونحن أقوياء بحقنا الإلهي، ولا يجوز على العالم العربي الإسلامي أن يسكت أمام هذه الخطوة العدوانية الحاقدة. نعم. تداعيات هذه الخطوة شيخ أكرمة إذن على الأرض في الأراضي المحتلة، خاصة في ظل الدعوات إلى أيام غضب مستمرة داخل فلسطين ردا على هذه الخطوة إذا ما تم اتخاذها والإعلان عنها بالفعل.
اخي الكريم الدول العربيه ايش بتعمل؟ تتفرج؟ نعم. ايش بتعمل؟ لما حاول جماعه طالبان في افغانستان هدم تمثال بوذا قامت الدنيا ولم تقعد ودخلت الدول العربيه. ما موقف العرب الان؟ ما موقف هذا الصمت الرهيب؟ هذا الصمت المؤلم؟ هذا الصمت المذل؟ ما لماذا يسكتون؟ نعم. انهم يخافون من امريكا. وما هو المطلوب من المجتمع العربي والدولي شيخ عكرمة في هذه الأونة حتى يتم وقف هذه الخطوة من وجهة نظرك؟ نعم، المطلوب من المجتمع العربي والدولي في هذه المرحلة للضغط على الولايات المتحدة حتى تتراجع عن هذه الخطوة، أن يتوحدوا وأن يقولوا كلمة جريئة لأمريكا. لا، أسمعني حاكم الآن من الدول العربية يقول لأمريكا لا. ما دام لا يوجد حاكم يقول للدول الامريكيه لا، اذا هم في صمت مريب او تخاذل مزري. نعم. نعم، على اية حال يعني هناك تحذيرات من جانب الدول العربيه في هذا الشان ومن خطوره هذه العمليه على عمليه السلام ايضا وعلى الاوضاع داخل الاراضي الفلسطينيه واستقرار المنطقه برمتها. بشكرك الشيخ كريمه صبري مفتي القدس. وحول ردود الأفعال الأوروبية والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من باريس الدكتور جمال العواضي رئيس منتدى باريس للسلام والتنمية. يعني دكتور جمال، بعد التحية لحضرتك، الرئيس الفرنسي ماكرون أعرب عن قلقه لنظيره الأمريكي من الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة وأن وضع القدس يجب أن يتم تسويته في إطار مفاوضات السلام. كيف ترى بعد ضغط الرئيس الفرنسي وتحذيره لترامب من هذا القرار؟ في الحقيقة أنا أعتقد أنه وجهة النظر الفرنسية تشترك معها أيضا وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هناك قلق أوروبي من هذا القرار الأحادي للرئيس الأمريكي ترامب. ولكن عملية يعني حقيقة في هذا الوضع بالذات في هذه الحرب على الجماعات المتطرفة داعش وايضا بزوغ او نمو الجماعات المتعاونه مع داعش على خلال الاخوان المسلمين وغيرها والمجموعات الاخرى التي تعمل في مناهضه التوجهات التقدميه في المنطقه العربيه، هو الان يقوم بهذه القرارات بالترويج لها. يعني هو يعطي انطباع بانه ما يحدث في المنطقه هو صراع اسلامي غربي، والقدس هي ليست قبلة العرب، هي للمسلمين، يعني جميعا ليست ملك يعني لفلسطين وحدها. لدينا عالم اسلامي كبير، وبالتالي ردود الافعال المفروض ان تكون بحجم اعلان الرئيس الامريكي. لكن واضح جدا انه الرئيس الامريكي باتصالاته المتعدده اليوم وامس هو بغرض معرفه ردود الافعال. اذا كانت ردود الافعال مؤثره لا اعتقد انه الرئيس الامريكي ترامب سيستمر. هل يمكن ان يكون هناك ضغوطات اوروبيه في المرحله المقبله على الرئيس الامريكي؟ اعتقد انه الرئيس ماكرون وتصريحه اليوم واضح جدا انه هو بدايه ل نوع من الضغوطات الأوروبية، لأنه هناك مصالح لأوروبا وهنا صراعات الآن ساخنة في المنطقة ومتغيرات الآن شبه يومية. وقرار ترامب ليس هذا وقته. نعم. وليس من السهل أن يتخذ قرار مثل هذا بطريقة أحادية دون ما دراسته دون ما مفاوضات دون ما العودة إلى تسوية تكفل للشعب الفلسطيني وتكفل بقاء يعني القدس كمنبر اسلامي يعني للمسلمين، خاصة بان هذا القرار بينسف عملية السلام برمتها. هاتفيا من باريس الدكتور جمال العواضي رئيس منتدى باريس للسلام والتنمية، شكرا جزيلا لحضرتك. في الشهد المحلي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة سرعة إنجاز مختلف المشروعات الجاري تنفيذها في منطقة قناة السويس وفقا للجدول الزمني المحدد. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة بحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزيرة، حيث اطلع الرئيس على آخر تطورات مشروع أنفاق
قناة السويس بالإسماعيلية، والتي تم التأكيد على أن العمل يسير في حفر الأنفاق بمعدلات أداء ونسب تنفيذ عالية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأميرة سلطان ابن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية بحضور السفير السعودي بالقاهرة. أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تدعيم أواصر هذه العلاقات على كافة الأصعدة. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الثقافي وترميم المواقع التاريخية والحفاظ على التراث، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا. أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد أن مجلس الوزراء اعتمد خلال اجتماعه برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خطة التطوير المؤسسي لتفعيل بعض الوحدات التي يتضمنها قانون الخدمة المدنية. أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر فيما يتعلق بتفعيل قانون الاستثمار، فقد تمت الموافقة على إنشاء أول منطقة حرة في محافظة المنيا لخدمة منطقة الصعيد، مؤكدة أن القائم بأعمال رئيس الوزراء وجه بالتحرك السريع في هذا الملف لتحقيق نتائج سريعة. الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل مكان أبرز الملفات التي تناولها اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي المكلف بأعمال رئيس الوزراء، حيث صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن هناك بعض الخدمات ستكون متوفرة من خلال الهاتف المحمول. هناك بعض الخدمات يوم الخميس هتكون متاحة على المحمول، 8 خدمات خاصة بالمحليات، عندنا خدمتين خاصين بالشهر والتوثيق بالشهر العقاري والتوثيق، توكيل عام قضايا وتوكيل رسمي عام أيضا تطبيق موجود على المحمول لأنه ده متاح للجميع، تخفيف الأعباء على المواطنين ده من أحد الأمور الهامة، وأيضا للمشاركة المجتمعية أيضا، وكان ده توجيه سيادة الرئيس أن يتم مشاركة المجتمع وبصفة خاصة الشباب في استراتيجية مصر 2030. وفيما يتعلق بتفعيل قانون الاستثمار، صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي خلال المؤتمر الصحفي بموافقة مجلس الوزراء على أول منطقة حرة في محافظة المنيا لتوفير فرص العمل للشباب، ووجهت بضرورة التحرك السريع في هذا الملف. احنا حريصين على تفعيل قانون الاستثمار، واحنا كنا ناقشنا قبل كده مركز خدمات الاستثمار والخريطة الاستثمارية، اليوم كان موافقة لأول منطقة حرة في محافظات المنيا بحضور محافظ المنيا، عرض أهمية هذه المنطقة، وإن شاء الله نحن وعدنا والتزمنا كالدكتور مصطفى مدبولي أكد أن احنا لازم يكون تحرك ويشوف نتائج سريعة خلال 6 شهور، وإحنا كوزارة استثمار وتعاون دولي أن التزمنا بهذا الطلب، وإن شاء الله نتحرك سريعا في تأسيس هذه المنطقة. كما صرحت الحكومة بوضع خط ساخن لتلقي كافة الخدمات الإلكترونية والتي سيتم تفعيلها بداية من الخميس المقبل. حكومة تعمل على ضرورة الاستفادة من الموارد البشرية المصرية والاهتمام بمشاركة المصريين في كل مكان في خطة التنمية المستدامة المصرية لوضع رؤية مستقبلية متكاملة. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. أعلن المتحدث العسكري أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من اكتشاف وتدمير العديد من الأوكار والبؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الأسلحة والذخائر والاحتياجات الإدارية، كما تم اكتشاف وتدمير عربة دفع رباعي للعناصر الإرهابية ومقتل من بداخلها أثناء استعدادها للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية، فضلا عن تدمير عربة أخرى محملة بمواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة. وأكد المتحدث العسكري أن قوات الجيش الثاني الميداني تقوم بتوفير الاحتياجات الإدارية والمعيشية لأهالي قرية الروضة بمنطقة بئر العبد.
أكد البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها 38 والمنعقدة بدولة الكويت أهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون الخليجي وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة كافة التحديات وتحصين دول المجلس من تداعياتها. كما أكد البيان أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف دفاعا عن القيم العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح. كشفت مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي سلمت جثة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إلى رئيس البرلمان مشترطة عدم إقامة مراسم تشييع جنازة له، في حين سلمت جثة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عارف الزوكا لنجلاه. ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن اليمن يستمع خلالها لإفادة من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية. يأتي هذا فيما أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني عن أن قائد قوات الحزب العميد طارق صالح قتل قبل أيام، وذلك خلال مواجهات مع الميليشيات الحوثية الإيرانية في العاصمة اليمنية صنعاء. أعلن الصليب الأحمر مقتل 234 شخصا وإصابة 400 آخرين في معارك عنيفة بين قوات المؤتمر الشعبي والحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. يأتي هذا في حين أعلن حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أنه ماض في التصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية. تطورات متلاحقة تشهدها الساحة اليمنية على كافة الأصعدة بعد تغير المشهد بقتل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح على أيدي المتمردين الحوثيين إثر انهيار تحالفه معهم. فبعد ساعات من اغتيال صالح قامت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بإعدام نحو 200 أسير من قوات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يترأسه صالح في عدة مواقع من صنعاء، بالإضافة إلى إعدام حراس جامع الصالحة بعد استيلائهم عليه. الحوثيون قاموا كذلك بحملات خطف بحق مسؤولين ونشطاء بحزب المؤتمر الشعبي العام في عدة أنحاء بصنعاء، كما قاموا بحشد القوات أمام القصر الجمهوري لشن هجوم جديد على الحي السياسي. في الوقت نفسه تواصلت الاشتباكات والمواجهات بين الحوثيين والقوات الموالية لصالح في صنعاء وشبوة، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. التحالف العربي بقيادة السعودية كثف بدور منغارات على اليمن، لا سيما على قصر الرئاسة الذي تسيطر عليه الحوثي في صنعاء، بالإضافة إلى مواقع عسكرية للحوثيين في ميدان 70 بصنعاء. حزب المؤتمر الشعبي العام من جانبي أعلن استمراره في مواجهة الميليشيات الحوثية داعيا أنصاره إلى توحيد الصفوف وتجاوز هذه المحنة. إعلان حزب المؤتمر الشعبي توافق مع دعوة نجل الرئيس السابق بالانتقام من جماعة الحوثي ثأرا لدم والده، داعيا أنصار الحزب إلى مواجهة الحوثيين وتقليص اليمن من سيطرتهم. المعارك والاشتباكات المسلحة تسببت في احتجاز المدنيين داخل منازلهم وتعليق حركة القوافل الإنسانية، فضلا عن عدم وصول سيارات الإسعاف والفرق الطبية إلى المصابين، مما دفع الأمم المتحدة إلى دعوة لهدنة إنسانية للسماح للمدنيين بالخروج من منازلهم والحصول على احتياجاتهم الأساسية. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد عبد العالم حيدر المحلل السياسي اليمني. سيد عبد العالم، لو تحدثنا عن السيناريوهات المتوقعة في المرحلة المقبلة في ظل هذه التطورات المتسارعة داخل اليمن، وهل بقدرة بالفعل القوات الشرعية وكذلك قوات المؤتمر الشعبي مواجهة ميليشيات الحوثي في صنعاء؟ الوضع في اليمن في الوقت الحالي دخل نفق مظلم كل ما تعني الكلمة من معناه. الوضع ضبابي، الأحداث خلال يوم أمس كانت غير متوقعة بالمطلق. استطاع الحوثيين احتلال المؤسسات، قاموا بقتل بالغدر الرئيس علي عبد الله صالح، احتلوا المؤسسات والمعسكرات، دخلت صنعاء حالة قلق وخوف عملية الإعدامات التي نفذوها، عملية مداهمات للبيوت. لكن في الوقت نفسه خطاب رئيس عبد ربه منصور هادي كان أمس مطمئنا وأكد على أنه على تلاحم قوات الشرعية مع الحرس الجمهوري والثوار والانتفاضة في صنعاء. اليوم أحمد علي عبد الله صالح أصدر بيان كان شديد اللهجة، أكد فيه على أنه الحرس الجمهوري سيتماسك من جديد
ودعا الى انه عودة القادة العسكرية التي كانت تم ترحيلهم من قبل تسريحهم من قبل ميليشيات الحوثي. أنا أتوقع أنه خلال الفترة القريبة القادمة ستشهد صنعاء المزيد من التماسك الذي لا بد منه، لأنه في الوقت الحالي الميليشيات تتغول بشكل كبير جدا، تنفذ عمليات إعدامات خارج إطار القانون، عملية مداهمة البيوت، إغلاق الصحف، تريد أن تضرب بيد من حديد وتضرب بقوة كي تفرض سيطرتها. الأمر هذا لا أعتقد بأنه سينجح، لأنه عملية مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح شكلت صدمة بالنسبة للشعب اليمني، خصوصا أنه علي عبد الله صالح قبل وفاته بيومين أعلن عودة صنعاء وعودة اليمن إلى محيطها العربي والإقليمي، دعا إلى فك الارتباط بالجماعات الحوثية التي تأخذ تعليماتها من إيران. بالتالي أنا أتوقع أنه المشهد سترجح كفة الشرعية وستتلاحم الشعب اليمني لمواجهة هذه الميليشيات. طب إذن ما هو المطلوب في المرحلة المقبلة حتى يمكن تقديم الدعم؟ والكثير تحدث عن هذا الدعم ولا بد من دعم هذه الانتفاضة التي جاءت في اليمن ضد الحوثيين، لكن ربما حتى الآن لم نشهد دعما قدم لهذه القوات الشرعية وحتى كمان أيضا لقوات المؤتمر الشعبي، وهو ما أدى كما شاهدنا في السيناريو الأخير. هذا هو المؤسف، لأنه نحن نتحدث عن سقوط صنعاء، نتحدث عن قلق من سقوط صنعاء، ندعو صنعاء إلى العودة إلى محيط العربي والإقليمي، في نفس الوقت الدعم يكاد يكون شبه منحصر. لكن أنا بحسب معلوماتي هناك تحرك عربي جاد تقوم بقوات التحالف العربي وبقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. العمل هذا سيدخل خطة جديدة غير ما كان متوقع في السابق. الآن بدأت انتفاضة بداخل صنعاء، قوة التحالف العربي تقوم بحرب من سنتين وأكثر لم تحقق أي نتيجة، لأنه لم يكن لديها حاضنة شعبية أو لم يكن هناك ثورة بداخل صنعاء تقوم باقتلاع هذه الميليشيات. ضف إلى ذلك كله أنه انسلاخ المؤتمر الشعبي العام عن هذه الجماعات سبب لها خسارة كبيرة جدا. المؤتمر الشعبي العام له قاعدة شعبية كبيرة، علي عبد الصالح له قاعدة شعبية كبيرة، الحرس الجمهوري لا زال يعني متماسك، وحتى وإن كانت قد قاموا بإدخال قيادات أخرى للمؤتمر للحرس الجمهوري. المطلوب في الوقت الحالي أنه مزيد من الدعم للثورة الانتفاضة الشعبية بداخل صنعاء. أيضا لابد من بناء جسور الثقة بين الشرعية وبين الانتفاضة بداخل صنعاء. يجب أن ننهي كل الخلافات السابقة، يجب أن نثق ببعضنا بشكل جيد ونعمل على أنه كيف نكون يد واحدة في مواجهة هذه الميليشيات. أيضا سيد عبد العالم، هناك جلسة اليوم لمجلس الأمن سيتناول فيها الشأن اليمني، ما هو المأمول من هذه الجلسة وما هو دور المجتمع الدولي في حلحلة هذه الأزمة وتقديم الدعم أيضا للمبعوث الأممي حتى يستطيع أن يقوم بدوره على الأرض في صنعاء؟ للأسف شديد أيضا أكرر للأسف شديد أنه المجتمع الدولي دوره حتى هاللحظة غائب، مع أنه اليمن تقع موجب القرار 22/16 أيضا والفصل السابع، لابد من تنفيذ القرارات الدولية ولو بالقوة. لكن إلى الآن المجتمع الدولي لم يتحرك باتجاه صنعاء. أنا لا أعول أبدا وكل يمني لا يعول أنه مجلس الأمن قد يخرج بقرار أو يخرج بإجماع أو يخرج بنتيجة غير أنه قد يدين هذه الجماعات الإرهابية. وبالفعل هي تم إدانتها أكثر من مرة، هي مصنفة يعني تحت الفصل السابع وقرار 22/16 كميليشيات متمردة انقلابية. ما الذي يمكن أن يخرج به مجلس الأمن الدولي غير ما قد خرج به الفترة السابقة؟ نعم. طب لو تحدثنا عن الدور الإيراني في اليمن ولم يعد خافيا وهذا الدعم المقدم للحوثيين على الأرض، كيف يمكن مجابهة هذا الدور عربيا وأيضا دوليا؟ الدور الإيراني وهو بالفعل مرتبط بالدور القطري. الدور الإيراني مش وليد اللحظة وليس وليد اليوم. الدور الإيراني بدأ من فترات سابقة، واعتقد أنه من 2002 بشكل علني ظهر إلى الملاء يعني من خلال محاولة تغيير الفكر، إدخال فكر دخيل على الشباب من خلال عمل دورات وأخذ الشباب إلى إيران، تدريبات تمت في إيران. لو نتذكر أيضا أنه قطر دخلت في عدة وساطات في الفترة السابقة في جانب إيران، هذا يدل على أنه قطر وإيران يمشوا بخط متناسق
أحدهما بالمال والآخر بإدخال هذه الأفكار الدخيلة. الحوثيين وباعترافات قيادات في الجيش الأسلحة التي تذهب ناحية المملكة العربية السعودية لم يكن ملكها الجيش، لم يكن ملكها الجيش اليمني. وإن قلنا بأن هذه الأسلحة موجودة لكن ليس بهذه المسافات، ليس بهذه القدرة، بالتالي لم يعد بإمكاننا أن ننكر وجود دعم إيراني الهدف منه إسقاط صنعاء، وقد أعلنها الإيرانيين بأن صنعاء هي رابع عاصمة تسقط بيد الإيرانيين، لكن صنعاء خلال اليومين الماضيين أثبتت أنها أول عاصمة أيضا ستتحرر من هذا. نعم. طب لو تحدثنا عن المشهد السياسي إذن أو الحل السياسي، هل هناك أمل في هذا الحل السياسي أم ربما أصبح الآن هو في يعني حديث الماضي كما يقولون ولم يعد له وجود على الأرض؟ أفق الحل السياسي أغلق. نعم. أغلق لعدة أسباب. أولها الحل السياسي كان ممكن أن يقوم لو كان حزب المؤتمر الشعبي العام والأحزاب المنضوية الأخرى تحت إطار المؤتمر الشعبي العام أو متحالفة مع المؤتمر الشعبي غير الحوثيين، كان بإمكان العقل أن يتحدث معهم، كان بإمكان أن تتحدث مع مؤسسات مع أحزاب، لكن من هو الحوثي حتى أتحدث معه؟ الحوثي عبارة عن ميليشيات انقلابية أخذت الدولة، أخذت سلاح الدولة، تنفذ أعمال إجرامية بشكل يجعلنا نثق جيدا بأنه لا يمكن لهذه الجماعات أن تتحاور معها. من هم أصلا؟ هم لا شيء، هم عبارة عن عصابات. الحل هو الحسم العسكري فقط لا غير. طيب السيناريوهات إذن المتوقعة في الأيام المقبلة وما هو المطلوب حتى نحقق هذا الحسم العسكري والحل العسكري؟ ربما العملية معقدة وفي هناك كثير من التفاصيل، هل الحل العسكري بالفعل ربما يتزامن مع حل سياسي أم يجب حل عسكري فقط في هذا الأمر؟ قلنا بأن الحل السياسي لا أفقه غائب للأسباب اللي طرحناها، أنه ذولا ميليشيات لا تؤمن لا بالحوار ولا يمكن أصلا أن تقف على اتفاق تم معها. إذن السيناريو القادم هو أنه تتلاحم الانتفاضة بداخل صنعاء. نعم. تتلاحم الانتفاضة بداخل صنعاء، تتماسك الجبهات بالداخل، أخبار عن تحرك أحمد علي عبد الله صالح باتجاه الجبهات، خطاب تطميني من فخامة الرئيس عبد الرب ومنصور هادي، بل توجيهات واضحة بأنه أولا عمل عفو عام لكل من تم التغيير بهم خلال الفترة السابقة، وهذا القرار كان صائب جدا لأنه الكثير من الناس ربما كانوا قد تورطوا ببعضنا. عملية العفو العام التي حصلت لا. إلى جانب تلاحم الجبهات بالداخل، إلى جانب لابد من قوات التحالف العربي أن تساند وبشكل قوي الجبهات الموجودة الآن. عبد الرب منصور هادي والقادة العسكريين تحدثوا عن الدخول إلى صنعاء من أكثر من جبهة. لماذا صار الأمر متاح حديث الدخول من أكثر من جبهة؟ لأنه القبائل باتت في الوقت الحالي إلى جانب صف الشرعية. نعم. بالتالي كانت لم يكن سوى أمامنا سوى الخط أو الجبهة اللي هي جبهتهم، الآن صار بإمكاننا أن ندخل من عدة جبهات. هناك ثار لدى القبائل مع عمله الحوثيين من قتل أبنائهم من ضمنهم علي عبد الله صالح، تكاتف شعبي أظن بأنه بدأ يتلاحم، وهذا هو السيناريو القادم. يعني تقصد أن هناك أجواء مهيئة ربما لتغيير موازين القوى على الأرض؟ أجواء مهيئة أكثر من ذي قبل. أنا بشكرك سيد عبد العالم حيدر المحلل السياسي اليمني. بحضراتكم من جديد، ونتجه إلى سوريا حيث قتل 8 أشخاص وأصيب آخرون بجروح في انفجار قنبلة لدى مرور حافلة بمدينة حمص. وقد صرح رئيس شرطة حمص أن الانفجار الإرهابي وقع في حي عكرمة التي تسيطر عليه قوات الجيش السوري، مشيرا إلى أن الهيئات الأمنية في حالة تعقب مستمر للخلايا النائمة. من ناحية أخرى تجددت الغارات على بلدة النشابية ومناطق أخرى في غوطة دمشق الشرقية ما تسبب في أضرار مادية. يأتي هذا بينما اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري وفصائل معارضة في الريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق، ويذكر أن حصيلة القتلى جراء الغارات على الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق ارتفعت لتصل إلى 191 قتيلا وأكثر من 630 جريحا.
ما هو قادم الاقتصاد؟ يقرأه علينا الزميل حسام عاطف. إليك حسام. شكرا لك محمد وشكرا لك دينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها انطلاق منتدى الاستثمار الزراعي في مصر بمشاركة الفاو، والحكومة المصرية توقع اتفاقية مع أكبر موردي أقماح أوكراني لتداول الخبرات. أهلا بكم من جديد. وقعت منظمة الأغذية والزراعة الفاو مذكرة تفاهم مع الشركة الأوكرانية نيبولون أكبر موردي أقماح بغرض نقل الخبرات المشتركة في كيفية الزراعة الحديثة والتنمية المستدامة في القطاع الغذائي، وذلك على هامش منتدى الاستثمار الزراعي الذي يقام بمصر. وتم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الشركة الأوكرانية والحكومة المصرية بشأن التشجيع على الاستثمار المستدام في مصر في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المشتركة. وقع على الاتفاقية وزير الزراعة عبد المنعم البنا ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي صحر نصر، ومن جانب الشركة الأوكرانية إليكسي فاداتورسكي الرئيس التنفيذي لهذه الشركة. هذا وقد أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبد المنعم البنا أن الحكومة حريصة على تهيئة المناخ الاستثماري في مصر وخلق المزيد من الفرص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى الاستثمار الزراعي في مصر اليوم، والذي يعقد بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الملقبة فاو. الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ الاستثماري، هذا ما أكده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبد المنعم البنا خلال افتتاح فعاليات منتدى الاستثمار الزراعي في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق نهضة زراعية شاملة قادرة على النمو السريع المستدام. ميزة المناخ في مصر والجو المناسب بيساعد كثيرا جدا جدا على الاستثمار الزراعي في مصر، وطبعا أدي قانون الاستثمار ظهر بلائحة التنفيذية بحوافزه، فاحنا هنا جايبين جميع المعنيين كقطاع خاص مصري وكحكومة وشركات جاية من الخارج للتنسيق بينهم لفتح فرص جديده للاستثمار الزراعي في مصر، زي موضوع الصوامع وتخزين القمح، زي موضوع محاصيل السكريه، زي موضوع محاصيل الفاكهه. وبينما اكدت وزيره الاستثمار سحر نصر على الاهميه الخاصه للقطاع الزراعي في قانون الاستثمار، اكد البنك الدولي انه سيعمل مع الحكومه المصريه لرفع الإنتاجية الزراعية. البنك الدولي يهتم بمدى قدرة الدول على إطعام سكانها. نتعاون مع الحكومة المصرية لرفع الإنتاجية الزراعية وخلق فرص عمل على مدار سلاسل الإمداد الرئيسية. بدورها أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو أن لديها قناعة بوجود فرص استثمار تتميز بالاستدامة الاقتصادية في قطاع الزراعة في مصر. أنا وقعنا اليوم اتفاقية مع أكبر مصدر للحبوب لمصر، وهناك إمكانيات كبيرة. مصر أولا على ما يخص تصدير الفواكه على والخضر وصل إلى بليونين دولار، أي تقريبا ما يوازي الإيراد من الحبوب من القمح. ويعقد المنتدى بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية والبنك الدولي، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري. من مقر المنتدى، محمود العزالي، النيل. ومشاهدينا الكرام، بهذا التقرير أنهينا وقفتنا الاقتصادية، وعودة جديدة إلى أهم أخبار السياسة مع محمد شعبان ودينا أبو الفتوح. تفضل. شكرا لك حسام. وهذا تذكير بأهم العناوين. ترامب يبلغ هاتفيا كل من الرئيس السيسي ونظيريه الفلسطيني والأردني نيته نقل السفارة الأمريكية للقدس، والسيسي يشدد على الموقف المصري الثابت للحفاظ على الوضعية القانونية للقدس. الرئيس السيسي يطلع على تطورات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويوجه سيادته بسرعة إنجاز مشروعاتها وضخ المزيد من الاستثمارات فيها. قمة مجلس التعاون الخليجي 38 تختتم أعمالها في الكويت بالتأكيد على أهمية دور المجلس في صيانة الأمن والاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية.
مرحبا بحضراتكم من جديد. وإلى لبنان، حيث أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن سياسة لبنان تقوم على النأي بالنفسي عن الصراعات التي تشتعل في المنطقة. وشدد الحريري عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي يعد الأول بعد عدوله عن الاستقالة، شدد على أن السياسة الخارجية اللبنانية تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى واستقلال القرار الوطني. مجلس الوزراء يجدد تمسك الحكومة باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، لا سيما البند الثاني من المبادئ العامة التي تنص على أن لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها، وهو عضو في حركة عدم الانحياز. تجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء، ويتطلع مجلس الوزراء بناء على ذلك إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وأمتها بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا. ومع أخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن توالي غدا الأربعاء درجات الحرارة انخفاضها على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة شمالا، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد، نهارا بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره. ويتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة إلى 14 درجة، أما الدرجة العظمى فيها فتصل إلى 18 درجة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط. ودائما الختام عناوين الأخبار. ترامب يبلغ هاتفيا كل من الرئيس السيسي ونظيريه الفلسطيني والأردني نيته نقل السفارة الأمريكية للقدس، والرئيس السيسي يشدد على الموقف المصري الثابت بالحفاظ على الوضعية القانونية للقدس. الرئيس السيسي يطلع على تطورات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويوجه بسرعة إنجاز مشروعاتها وضخ المزيد من الاستثمارات فيها. قمة مجلس التعاون الخليجي 38 تختتم أعمالها في الكويت بالتأكيد على أهمية دور المجلس في صيانة الأمن والاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت نايل.إيجي. الرأس الساعة القادمة موجز جديد، كنوا معنا وإلى اللقاء.